سؤال صغير بس بده جواب كبير. يعني أنا لا حجاوب عن سيرة حياة. اسمي إبراهيم مقداد، عمري 30 سنة، صار لي سنة وشهر بألمانيا. أنا هلأ شو؟ أنا هلأ بشتغل، أنا هلأ موظف، بس كيف وليش؟ كل شي لبلش من الأول. أنا خلقت لعائلة محافظة مسلمة، أنا خلقت عندي خيتهم، خلقنا ببرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ربينا بجو عائلة مثل ما حكيت قبل محافظة محبة. بس خلال وقت أنا عم بربط خي، لاحظت إنه أنا في عندي قصص غير عن بقية الشباب. يعني بعمر 14 15 بلشت لاحظ حالي أنا مش مثل بقية الشباب. يعني أنا مش مثل ولاد عمي، أنا مش مثل ولاد خالتي، أنا مش مثل خيي، كلهم بدهم يطلعوا يلعبوا برا فوتبول، أنا مثلا تلاقيني مع رفقاتي البنات، أنا تلاقيني بالبيت ما أحب القصص اللي هن بيعملوها. بس بنفس الوقت أنا ما كنت أعرف هيدا الإحساس شو هو، يعني ما كنت أعرف ليش هيك، وبنفس الوقت ما كنت اقدر احكي عنه، لان بنفس الوقت حس انه هيدا شيء غلط، لان ما اسمع حدا عم يحكي عنه وما حدا بيحكي عنه بالبيت. لسابت يوم من الايام، كان نهار تنين بعدني بذكر، كنا عم نتابع برنامج اسمه سيري وانفتحت. هيدا برنامج مثل توك شو بينعرض كل نهار تنين، كان موضوع الحلقة عم ينحكى وقتها عن المتحولين جنسياً. وكانت أول مرة بالنسبة لإلي إنه بشوف شخص على التي في قدامي عم يحكي عن أحاسيس ومشاعر أنا فعلا بحسها ومرقت فيها، بس ولا مرة حكيها قبل قدامي حدا. فمن هالحكي اللي كان يقوله، أنا وصغير كنت حاس حالي إني بنت، وبس كبرت عملت عملية صرت بنت. بس كنت صغير كنت صبي، بس كبرت صرت بنت، بحب هيك وبكره هيك. هالأحاسيس أول مرة بسمعها، فأنا كنت كتير متعجب يعني، وكتير صافي عم بحضر يعني مستمتع بالحلقة، لأن أول مرة بسمع حدا عم يحكي عن شيء أنا فعلا بحسه وبصير معي. فلا يخفى الأمر على الأهل، فأكيد الأم إبراهيم تحاول تطلع الكاميرا بس تحكي الكاميرا. فأكيد الأم عندها إحساس، فأكيد كان عندها هيدي الإحساس باختلافه. فبمجرد شفتني انا كتير مركز بالحلقة وعم صافي مزبوط، طلبت مني شي بسيط، قالت لي في مجال تفوت على المطبخ تجيب لي فنجان شاي. قلت لها لحظة شوي على الدعاية بقوم بجيب. عم قالت لي زاهرة ليك مبين كتير حابب هيدي الحلقة. انا بكل براءة عمري 16 سنة 15 سنة، قلت لها ايه اكيد، لان بس اكبر بدي اعمل مثلها. بيي كان كمان قاعد، بمجرد انه سمع هيدي الخبرية انه انا بدي اعمل مثلها، دغري حمل بريق الشاي وخبطني فيه بدون اي نقاش بدون اي شيء. فوت على غرفتك. فتت على غرفتي، بعدني بذكر انه انا بس فتت على الغرفة عم ببكي، بس ما عم ببكي لاني انخبطت ببريق الشاي، ما عم ببكي لاني توجعت ولا حرقوني، كنت عم ببكي لاني ما قدرت كفي الحلقة، ما قدرت كفي اسمع انسان عم يحكي عن نفس الشيء انا عم بحسه. كمل هيك انا وقتها انقهرت. تاني يوم عم فيق بدي اروح على المدرسة مثل عادتي، بقوم بيي بيقول لي خليك اليوم ما في روحة على المدرسة. فاستغربت انا، قلت لأمي ليش ما في اليوم مدرسة؟ بتقوم بتقلي بس ليجي بيك من الشغل بعد الظهر بتعرف. فبعد الظهر طول النهار ماري قاعد مقضي انا على التيفي كأنه ما في شيء. فبعد الظهر بس ليجي بيي من الشغل بيقول لي فوت البوس، امي بتلبس عليا وبيي بيقول كان لابس، فبنحمل حالنا بنطلع بالسيارة. فبلاقي حالنا توجهنا على مسجد الإمام الحسنين، لأن أهلي كانوا بيتبعوا المرجع السيد محمد حسين فضل الله. فتوجهنا لعند السيد محمد حسين فضل الله، فاتوا أهلي لعنده دغري أول شي بوصولوا إيده وهيك. انا فتت سلمت عادي، بعدني مستغرب انه شو عم يصير، انه ليش جايين شو عم نعمل. فبمجرد فتنا لجوا بسمع بيي بيقول له للسيد، بيقول له جايين لعندك لان عنا مشكلة، ابننا
عنده ميول، مش ما قال عنده ميول جنسية مماثلة، قال له ابنه طلع بحب الشباب، مفكر حاله بنت ابن لوطي. فبلش السيد يقرأ كم آية من القرآن، قال كان حكى له كم شغلة، صار يعرف كم تفسير. المهم بالنهاية خلاص الحديث بيقول لهم عن شغلتين، بيقول له بما انه انا جاي من عائله مسلمه شيعيه، فبيقترح علي اني يا اما تجرب الجواز المتعه بهيدا العمر 16 لتجرب العلاقه الجنسيه مع بنت، يا اما ياخذني عند دكتور نفساني. فبهيدي المرحله اهلي ما بيقدروا يتكفلوا بالجواز وما الجواز، وما بدهم مثل ما بيقولوا يصير صيتهم على كل لسان، ففكرهم انه يلا بناخده عند الحكيم منعالجه. فأخذوني عند الحكيم، كمان بعدني بذكر اسم الحكيم وعيادته، كان اسم الحكيم دكتور كانج. عيادته كانت على الكولا، بعدني بذكر قبل ما أطلع على العيادة كنت عم باكل منقوش جبنة. المهم بس طلعنا على العيادة صار يسألني الحكيم أسئلة، بوقتها ما أعرف شو جاوبه عنها. هلأ بعد ما كبرت، بعد ما صرت أقرأ، من بعد ما تعلمت، من بعد ما شفت، أقعد أتذكر الأسئلة اللي يسألني يون الحكيم هلأ صار إلهم معنى. كان يسألني قبل بتحب أنت بنت ولا شاب، شو بتحس، ما كنت أعرف شو أقول له. يسألني بست شاب، بتحب تبوس شاب ولا بتحب تبوس بنت، ما كنت أعرف شو جاوب، لأن بعد ماني بيس لا شاب ولا بنت، بس هلأ صرت أعرف شو جاوبه. المهم بهديك الفترة بيوسف، بعد ما بسكب بيوسف لأمي دواء أعصاب إكزاناكس، بيقول لها مدام بس تعصبي منه خدي حبة، لأن هيدي مرحلة مراهقة كل شاب بيمرق فيها، ومرحلة وبتقطع عم يكتشف جسمه من الغير. وهيدي فعلا نظرية درستها لداروين أظن ولا سيجموند فرويد، بس أظنها ما بتطبق علي لأن هيدي كانت عم يحكي عن مثليتي الجنسية. المهم بعدنا هلأ بناخدها بمسحة، أمي بتقلي ما قطعت منها هالمرحلة. المهم خلال هيدي المرحلة عمر 16-17 لما صرت لاقي قيود أكتر، صرت مثلا كون عايش طبيعي مع نفس الرفقة اللي كانوا عندي، نفس الحياة، أما صارت المراقبة والتجديد أكتر، لوين رايح لوين جاي، وفعلا ما عم بعمل شي غير أنا. اما هيدي القيود المشددة الزيادة جبرتني اعرف انه ليش عم بتقيد، شو في، فهيدي الحشرية وهيدا مثل التمرد خلاني يصير اعرف، بدي اعرف شو هو اللي انا عم بحسه. حتى ما كان عندي انترنت بالبيت، كنت تروح على كافي شوبس يكون فيها انترنت، يصير اكتب بالانترنت شو يعني جاي، يطلع لي شوف شابين. اول ما شفت فيديو لشابين انه عم يبوسوا بعض ولا هيك دغري سكرتها وخفت انه ما حدا يشوفني، شو شابين عم يبوسوا بعض. بس مع الوقت صرت انه بس شوف انه بس احكي مع، صرت احكي على النت مع عالم جايز عندهم نفس الاحساس نفس الشيء، ولاقي القمع اللي يصير عندي بالبيت بصير مثل انه لا بدي اتمرد ما اسكت. المهم بهيدا العمر 16-17-18 كانت بداية مشاكل أنا وأهلي، كل يوم مشكل، كل يوم خناقة، مع مين ظاهر مع مين جاي، شو عم تعمل لوين رايح، لتأخرت مع مين كنت، شو جبت، شو هالتفاصيل الدقيقة كتير. والمشكلة إنه أنا عيلتي من العيلة الكبيرة ببيروت، يعني أنا عيلتي تعتبر من العشاير من بيت مقداد، يعني عندهم عادات وعندهم تقاليد وعندهم قصص الشرف وقصص هيك، انت كيف من بيت المقداد وانت جاي، فالضغط حتى جو العائلة كان أصعب، لأن أنا مش مجرد ساكن مع أهلي بالبيت، أنا ساكن مع أهلي بالبيت، ساكن مع قرايبيني بالبناي، ساكن مع قرايبين بيي وعمومتي بالشارع، فالشارع كله اسمه شارع المقداد، بنايتي اسمها بناية المقداد. فمجتمع ما فيك تهرب منه، يعني إذا بتعمل شغلة بسيطة الكل حيعرف عنه. فكمان هيك إنه أهلي كتير يسببوا لي هالمشاكل،
لان خوف ما حدا يعرف وهيك. ليوم من الايام كنت بعدني بذكر هيدي كيف بداية المشكلة. يوم من الايام لان انا كنت بالبيت حب ارقص، حط اغاني واقعد ارقص لحالي، مش رقص شباب عادي، ارقص رقص شرقي. المهم ليوم من الايام بيي بيقول له لاخيي اذا شي نهار شفت خيك عم يرقص، كنت بعدني بذكر برقص على المراية لحالي، اذا شفت شي نهار خيك عم يرقص بالعصاية ام بالمكسي بتضربه على اجري. المهم بيوم من الايام بعدني بذكر كنت عم برقص انا، بقوم بيجي خيي بيضربني على اجري، وبقوم بعلق انا وخيي، بعلق انا وامي، وقررت اظهر من البيت خلص، ما بقى بدي اقعد بالبيت. فبعدني بذكر حملت الكاسيت يلي كنت عم بتسمعه، كان لونه الكاسيت كمان زهر، واتصلت باحدى رفقاتي يلي انا تعرفت عليهم على الانترنت، واكيد من شي فتره زمنيه طويله وصرنا رفقه وهيك، قلت له صاير معي مشكله وينك هيك هيك، قال لي امشي لعندي. رحت لعنده، بس لرحت لعنده على البيت قال لي امشي نروح نكسر دير على الطريق، قلت له اوكي. فانا بهيدا العمر كان عمري 17 ونص، فنحن عم نكسر دير على الطريق، وصلنا لمنطقه اسمها الدوره. هلا انا بوقتها ما كنت بعرف شو هي الدوره ببيروت، بس هلا بتقلي شو هي الدوره بقول لك، هي منطقة بيوقفوا فيها مثلا بائعين الهوا، بيوقفوا فيها بائعات الهوا، الشباب بيوقفوا هنيك ليطلعوا مع شباب بسيارات، بنات بيوقفوا هنيك ليطلعوا مع شباب بسيارات، يعني منطقة معروفة as cruising area للدعارة لهيك قصص. بس أنا كنت بهداك العمر ما كنت بعرف هيك، ورايح مجرد مع رفيقي. فأول ما وصلت أنا مع رفيقي قال لي عود انطر على جنب أنا بدي أحكي مع رفقاتي، قلت له اوكي. فانا قعدت على جنب الطريق، بعدني بذكر كان محل عليه حفة قصيرة قعدت عليها وعم بتطلع عليه هو وعم رفقاته كيف عم يحكوا ويشاوبروا. بس انا كنت قلت لك انا من عائلة محافظة، يعني انا جاي من البيت على المدرسة، كنت من المدرسة على البيت، يعني قصص اطلع على الطريق اعمل مشاكل ولا احكي مع الشباب هيدي ما كانت من الخصل تاعيتي. فبس شوف رفيقي انه على الطريق وعم يحكوا ويعيطوا وهيك، فحسيت مثل نقز انه انا ضعيف قاعد على الطريق وهن الشباب عم يصرخوا. المهم فجأة انا عم بتطلع عليهم هيك ما بلاقي الا سيارتين بيقربوا عليهم، بينزلوا من السيارتين شباب معهم سلاح، بيحملوا عليهم السلاح وبكلبجوهم. فجأة بقوم واحد من يلي معه سلاح بيطلع علي، بقوم بيجي صوبي، بقوم بيقول لي بتعرفهم لهوليك؟ قلت له ايه هيداك رفيقي انا، بكل انه سألني سؤال بتعرف؟ قلت له ايه هيداك رفيقي. فبنفس الوقت بكلبجني بقوم بحطني معهم، بقوم بياخدوني على المخفر. بعدني بذكر مخفر الجديدة، مخفر الجديدة، بمخفر الجديدة طلعوا الشباب هول اللي انا ما بعرفهم بس بعرف رفيقي، طلعوا هن عاملين مثل بيوقفوا على الطريق وبيطلعوا مثل مع شباب كبار بالعمر لا يعملوا معهم ساكس وياخدوا مصاري. فالمهم وقفونا ورحنا على 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 الحبس، رحنا على المخفر لتاني يوم لاجوا اهلي وعملوا الف قصة وحكاية وتعرف مبهدلات، وقفنا في ابنك هون عم يمارسوا اللواط وهيك، صارت يعني مشكلة وبلبل كبيرة بالعائلة، صارت تعمل مشاكل اكتر. ف في وقف شوي. سو من بعد قصة الحبس طلعت، صاروا كل شوي عملوا لي مشاكل والتضييقات صارت أكتر. ضلت هيدي المرحلة نفس الشي لبلشت بالجامعة. بس صرت بالجامعة يعني ما بقى في دوام مدرسي، ما بقى في انه انت هلا من هالساعة لهالساعة بالمدرسة، ما بقى يعرفوا كيف دوامي بالجامعة، اوقات قلن عندي محاضرات الصبح، اوقات قلن عندي محاضرات بالليل. بالجامعة حسيت صار عندي حرية اكتر، صرت اعرف اكتر، صرت روح، صرت اجي. ففي قصة انا ما حاشكرها بالتفاصيل، صار معي مشكلة ورجعت انا فتت على الحبس كرمال مثليتي الجنسية لاني انا جاي. القصة اني بس طلعت من الحبس، انا قعدت بالحبس فترة طويلة، قعدت بالحبس مدة 5 سنين،
مش السبب الوحيد كان مثليتي الجنسية، في أسباب تانية، لأنه القصة صارت متر تركيبة من قبل عائلتي، لأن فكرهم إنه إذا حطيناه بالحبس، الحبس بيعملوا رجال، وهيدي نقطة. والنقطة التانية بنقدر نزيحهم من الحي، من الشارع، من العيلة، ما بقى حدا بيشوفه. بس اللي هني ما عرفوا فكرة إنه الحبس بيعملوا رجال، بس هني ما عرفوا إنه فوتوا واحد على الحبس عمره 18 سنة. 18 سنة يعني بعدك ولد، عم تكبوا بين قتلين قتلة، بين مجرمين، بين مغتصبين، بين ناس ما عندهم رحمة. يعني كيف بدي بلش أوصف حالتي بالحبس؟ أول سنة ونص بعدني بذكرها، ما حقلك كل يوم، بس يوم إيه يوم لأ اغتصاب، يوم إيه يوم لأ تعمل سكس، تضطر تعمل سكس. بالحبس تصير أنت مثل سلعة، مثل الدخان. خد حطه عندك ليلة، حطه عندي ليلة، أعطيني بدله كراس دخان. طول هالوقت أنا أصبر أصبر أصبر، قول بكرة بيطلع الحكم إنه أنا ماني عامل شي بهالقصة اللي ملفقين لي إياها. بس طلع إنه كله مركب تركيب. فبس عرفت الحكم 5 سنين، هي بعد سنة ونص قررت إنه أنا ما فيي كفي هيك. إذا سنة ونص صار لي هيك عم يصير فيي، كيف بعد 5 سنين؟ فقررت انتحر أنا بالحبس. المهم بعد ما حاولت الانتحار بالحبس، شربت مسحوق تنظيف، شربت مسحوق تنظيف دغري، فورا غبت عن الوعي، لأن قلبه مواد كيماوية كتير، حرق لي الأوتار الصوتية والقصبة الهوائية، وأخدوني على المستشفى، وضليتني بالمستشفى 15 يوم كوما. فمن بعد ما رجعت من المستشفى بالحبس، بدل ما يعملوا لي مثلا تحقيق ليش حاولت تنتحر ولا أسباب الانتحار، عملوا لي تحقيق لواحد داخل الحبس، صار كان يحكوا إنه هيدا لوطي، هيدا بينتاج، هيدا هيك. المهم صارت القصص أكتر تتفاقم وهيك. المشكلة مش هون، المشكلة إنه بس طلعت من الحبس، إنه بس طلعت من الحبس كانوا أهلي عم يزبطولي وراقي وهيك، فبيتفاجئوا أهلي إنه شو بيلاقوا؟ محضر جديد معمول داخل الحبس، دعوة لواط كمان. بقوم بيقول لي بيي، بيقول لي فوتناك على الحبس لتصير رجال، جوا كمان صرت انتاك. فمن المهم هالكلمات انا اصلا عم بقولهم بهالفظاعة، الكلمات كمان العالم بتحس، ما حقول لك انه كلمة مرتبة، لا الكلمة مثل ما اسمعها عم بقولها. المهم طلعت من الحبس، بس طلعت من الحبس بتطلع لما يعني عز شبابك من 18 ل 24، 18 ل 24 23 بتطلع، شو بتتوقع؟ شبابك حرموك منه، جامعتك، أحلامك، حاولوا يدفنوا لك كل شيء. قديش كنت اتمرد أول فترة وهيك، صرت أكتر، صرت يعني فاخر بالشي اللي أعمله. ابنكم بينتاك، ايه بنتاك، ابنكم بعرس، ايه بعرس، بيظهر مع شباب، ايه بيظهر مع شباب. بدك تروح تشتغل، شو بدك تشتغل؟ بدل سجل عدلي، ما حدا يشغلك. وين بدك تروح تشتغل؟ بدك سجل عدلي. هلا اقترحت فكرة لبي، قلت له افتح لي محل هيك، انه ما بشتغل عند حدا، بشتغل لحالي، ما في مصاري. عملنا درنا لفينا ولفينا، شو رجعت اشتغلت بالدعارة، ما عندي غير شي، الشغلة الوحيدة اللي طلعنا شاطرين فيها. المهم راحت الأيام وقشت الأيام، يعني أنا طلعت من الحبس بال2012، أنا انحبست بال2007، طلعت بال2012، من 2012 ل2014 عم بشتغل دعارة. المهم لا، بيوم من الأيام بنفس الوقت
انا كيف طبق الزباين؟ عندي تطبيق للجيس اسمه جرايندر على التليفون، ف اتعرف فيه على شباب اللي يعجبني اعمل معه سكس ببلاش، والختايرة كبار بالعمر ما يعجبوني قول لهم بدي مصاري عادي، بدي اعيش، بدي اظهر، بدي اشتري ثياب مثلي مثل اي شاب. يعني انا بعض الشباب حرموني من كتير قصص. المهم ليوم من الايام انا على الابليكيشن بقوم بتعرف على شاب بيبعت لي صوره، شاب كتير حلو. فكنت من بعد يوم يومين عم نحكي مع بعض، بيقول لي تعال عندي وكل شي، فقلت له اوكي بيجي لعندك. فبعت لي عنوانه وكل شي، رحت لعنده على البيت. بس طلعت على البيت دقيت الباب، فتح لي. فبس فتح الباب هو كان واقف ورا الباب، فما شفت انا مين فتح، بس لقيته فتح قمت فتت. اول ما فتت انا دغري الباب انطبش، فعم بتطلع انه انا مين اللي سكر الباب، بتطلع بالزلمه اللي طبش الباب شخص غير كليا عن الشخص اللي بالصورة اللي كنت عم بحكي أنا معه. ففجأة دغري بيحمل الكف وبيخبطني فيه على وجهي. المهم عشطت أنا بالأرض عبين ما أرجع أنا أوقف وكل شي. هو كان عم يلبط فيي وكل شي، بعد بذكر إنه كان رمضان وعم يقول لي جاي تنتاك برمضان، بدك تنتاك برمضان. هلا ما حقلك ما بيعني لي رمضان شي انا، لان الانسان اللي شاف اللي انا شفته بيبطل يؤمن بوجود اي شي. المهم جاي تنتاك برمضان، ما تنتاك برمضان، فوت لقلك مجهز حبال كابلات خشب، يعني ادوات كانك فيلم تعذيب. بس فتت لجوا قعدت على الكنباي قعدت على الكنباي، اعطيني تليفونك، فتحت تليفونك، قشطني التليفون، قشطني الجزدان، قشطني كل شي، صار يشقلب بالتليفون. بتعرف قلت لك انا بشتغل دعارة، يعني صوري بالزلط، صور شباب بالزلط، صوري انا وشباب، صوري انا وبنات. صار بده يعرف هيدا مين واعطيني اسمه واعطيني رقمه، والشي اللي ما جاوبه عنه اذا اعطيته رقم يجرب يدق عليه ما رد عليه هيدا الشخص مثلا يخبطني بالخشب ولا شيء. انا قلت لا ما حكفي معه هيك، قمت حاولت اهرب، اظهر من باب الشقة، رحت ركعت على الباب كان مقفل. فعم بطلع هيك ما إلي غير باب البراندا، طلعت على البراندا قلت لصرخ لخلي العالم تعرف انه في شي هون عم يصير غلط. صرت صرخ، قام لحقني صار يسكر لي على تمي، ما قدر يسكر لي على تمي. فشو بيعمل؟ بيحمل حاله، بيحملني هيك انا واقف الان عمار قديم البناية والدربزين قصير، فانا واقف عم صرخ. فدغري شو بيعمل؟ بيدفشني على البراندا، وكان هو عن الطابق الثالث. فمن بعد ما كبنا عن الطابق الثالث اللي نصيب عيش، فتت على الحبس، حاولت انتحير، تكبني عن الطابق الثالث. يعني الحكيم قال لي لو جاي انت على الارض كنت متت، بس انا بس كبني جيت على ظهر سياره، وظهر سياره انبعجت انا بس، يعني صارت مثل زحلايطه لقلي لنزلت على الارض، يعني امتصت كل الضربه. بس نزلت على الارض ما خفت شو صار فيي، هلا ما عم فيي اتحرك كان مكسر، بس الخوف ما هون، الخوف ما عم فكر بجسمي شو عم شو صار معي شو، لان بس كبني دغري نزل. يعني انا صرت قدام مدخل البناي وعم شوفه طالع من البناي ويصرخ الله اكبر، وانت حرام عليك تكون مسلم، وبدك تنتهك برمضان ولوطه وقصص وهالقصص. الخوف صار انه انا ما قادر اتحرك، صرت خاف انه يجي يدعس علي اكثر، انه يعطبني اكثر. صرت اقول للعالم زحوا عني ما تخلوا يقرب. المهم جحوا العالم، اشتري دورية الدرك، اجت الاسعاف، اخذوا لإله، اخذوني الي على المستشفى. ما حفوت بتفاصيل اكتر، بس بعدين بيتهموا لإله بمحاولة القتل، وبيتهموني لإلي بممارسة اللواط والدعارة. فانا بنظرا لوضع الصحي بضطر انه ادفع كفالة مالية لضلني كمان مرة على الحبس، انه بتحاكم بس لصح بروح على المحكمة وهو بيحبسوه. ضليتني انا مدة سنة بالتخت، انا مدة سنة كاملة ضليت، مش سنة كاملة، تقريبا 10 اشهر على القد. عملت عملية لاجري، كان عندي الفخذ الشمال مكسور، عندي الورك مكسور وكسور باسفل الظهر. انا ضليتني مدة سنة كاملة ملقح بالتخت بين شو بقول لك، بين عيلتي، ملقح بتاخد بين عالم الروحة والمجد، وهي يقولوا لك بدك تنتاك، ها قوم امشي ورجينا كيف بدك تمشي.
بدك هيك تلاحق الشباب، هيك بده يصير فيك. فيعني تخيل عايش انت سنة على هالحكي، خلال هيدي العيش سنة صرت تفكر واخرتها شو بدي اعمل، شو بدي ساوي. المهم اللي زاد الطين بلي كمان انه طلبوني روح على المحكمة، انا ما قادر روح، فاضطروا يبعتولي الصليب الاحمر على البيت. الصليب الاحمر حملني حطني على حمالة واخدني على المحكمة، كمان قاضي يتأكد انه يشوفني انه انا ما عم بقدر اتحرك، جيبني على حمالة مثل الخشب، ما في كمان لازم يضل ظهري جالس. فليكبني عن البراندة بلا ما يقلي مثلا يكون حاسس بالندم ولا شي، بلا ما يقلي مثلا الحمد لله على السلامة، ولا حيالله كلمة ممكن تواسي إنسان أنت ظلمته ولا قررت أنت تحكم عليه ولا أنت تصرف فيه من راسك. بيقلي مش كل مرة بتسلم الجرة. فما أخذت بعين الاعتبار هو شو قال، لأن لأحكي الدغري الخوف اللي كان عندي من بعد ما أقوم أمشي، من بعد ما صح من أهلي شو ممكن يعملوا، هو اللي كان عندي الخوف الأكبر. إذا أول فترة عملوا لي تهمة ولفقوا لي فوتوني على الحبس 5 سنين، شو ممكن يعملوا مثلا بعدين من بعد هالمعمعة وهالقصة الكل اللي صارت. فأنا من وقتها قررت إنه بعد 8 أشهر قمت صرت أتحرك، بعد شهرين صرت أقدر أمشي نتفة. بآخر 2015 بواحد وعشرين أحد عشر 2015 قررت أنا أترك لبنان. أنا بس قررت أترك لبنان، ما قررت إنه أنا أجي على ألمانيا. أنا كان عندي وقت كتير عم شوف أي دولة أكتر شي متساهلة مع المثليين، أي دولة بتحترمهم، أي دولة بتعطينه حقوق وهيك. فاللي تبين لي بالبحث اللي أنا عملته إنه هولندا. بس أنا بس وصلت على ألمانيا ب 28/11/2015، وصلت بحالة صحية يعني مكسر وعم تمشي ومن بعد محاولة الانتحار صار عندي أنا اهتراق بالمصارين، فباخد دواء مزمن لمصاريني. فوصلت عندي حرارة، عندي فيفر، عندي استفراغ، ما قادر امشي. وصلت على كولن، بس انا ما بعرف شو هي كولن. اول ما وصلت نزلت من الترين دغري استفرغت، فشافوني ناس من المالتيزرز اخذوني دغري على غرفة الاسعافات، طعني واخديني عبقلن بدي اقطع تيكت تروح على هولندا. كيف بروح على هولندا؟ عارف حالي انا بالمانيا بس ما عارف حالي اني بكولن ولا شو هي كولن. بعدني بذكر الدكتورة اللي اخذتني تقلي شو بدك بهولندا، خلص انت هون. الا لا انا بدي اروح على هولندا لاني انا جاي. فقالت لي انت بكولن، وكولن جاي فرندلي سيتي، انه مدينة انه منيحة للجايز وهيك. بس سمعت كلمة انت اوكي هون، كلمة انه فيك تكون جاي هون، قررت ضلني لاني كنت كتير تعبان. المهم فتت اخذوني 3 ايام على المستشفى، اخذوني 3 ايام على المستشفى. من بعد المستشفى انا بفكر انه خلص هلا بروح نبش على حياتي شو بدي اعمل، ما كنت بعرف شو اجراءات اللجوء هون وكيف وهيك. بتفاجأ بعد 3 ايام بس انه يقولوا لي بدك تطلع من المستشفى، حناخدك بعتين لي تاكسي بدك تروح على هالعنوان. فما عارف حالي شي انا. رحت على هالعنوان، بعتوني على كامب مخيم للاجئين اسمه بشارع بولتنشتراند شراسي. فتت على الكامب لقيت ناس عرب، نسوان محجبة، ختايرة، ولاد، شباب، بوط. حسيت حالي بالحي اللي انا كنت فيه، ما حسيت حالي انه انا بألمانيا، حسيت بين اهلي بين جيراني،
نفس الشيء، هولي مجمعين هون عم يشربوا دخان، عم يشربوا أراجيل، هولي عم ياكلوا، هولي عم يحكوا على. بس أنا قررت لا، أنا جيت هالمسافة، أنا تركت كل شيء وجيت، مش كرمال خاف من واحد واثنين، أنا ما زال هون القانون بيحميني، فأنا بدي أكون مثل ما أنا. فعادي صرت مثلا أطلع ميك أب، شوف العالم تستغرب كيف عم بعمل، حط لاسس، حط حلق، أو أطلع ألبس زيي، يا دي سمعوا حكي. بس أنت إنسان شاف الموت شي 3 4 مرات، شو بده يهمني الواحد إذا شو حكي ولا شو عم يتطلع، ما بيعنيلي. المهم لاحظت إنه العالم بعد عندها هيدي الكره، لاحظت إنه جيت ما عملت شي، بعدني حاطيني مع نفس العقلية، نفس الإحساس بدي أحسه. أنا هربت من أهلي، لحس إني إنسان، لحس إني عايش، مش لناس غربة تطلع فيك نظرة غلط، أنت مين؟ المهم فقررت ما أسكت، أنا أتصرف على حريتي وعلى طبيعتي. فالعالم صارت قد ما يشوفوني أنا كتير واثق من حالي وعم بتصرف وآخر همي شو يعملوا، صاروا يتفاخروا. مثلا بس كون أنا قاعد، شو بنعمل بالجيش بالعراق، ولا شو بنعمل بالجيش بسوريا، ولا شو بيعملوا بالجيش بالمغرب، ولا شو بيعملوا بالجيش بالعراق بالجزائر، صاروا يشوفوا حالهم انه نحن كيف بنعذبهم كيف هيك. بعدني بذكر انا قلت لهم شغلة، قلت لهم بتمنى الانسان اللي بيكون عم يحقق معكم كمال طلب اللجوء بس يعرف رأيكم كيف بتفكروا بالآخر، لان انا اكيد اذا بس يعرف انه هيك تفكيركم حدغري يردوكن على بلادكن. المهم صارت مشاكل كتير، بتعرف بالكامب ما في عندك برايفسي، فوت بدي اتحمم، عالم كتير تحاول تتمنيك، يصيروا يكبوا علي مثل بيض من ورا من فوق الدوش، يحكوا حكي، يصيروا يكتبوا لك كتيبات حد على الحيط تبع التخت ولا على الباب ولا هالقصص. وصلت لمرحلة اذا ما خاف شو ما يعملوا انا اعمل اكتر، يعني اعرف انه انا هون القانون بصفي. وجبت حتى عملت داونلود لقانون اللجوء للمثليين، قريته كله، صرت اعرف حقوقي انا هون، لان انا انسان تركت طفولتي، تركت ذكرياتي، تركت لغتي، تركت كل شيء كرمال عيش. فما حقبل اي انسان فما حقبل اي انسان ياخد مني هذا الحق. فصرت احكي وصرت روح، اذا انا يمكن قادر اوقف واحكي وواجه عالم، يمكن غيري ما قادر يوقف، يمكن غيري ما قادر يحكي. وصرت افكر انه اكيد انا مش لحالي الجاي اللي هربان من بلاده وجاي، الا ما يكون في غيري. فالمهم هلا انا تواصلت مع جمعيات للمثليين هون بالمانيا، كل الجمعيات يقولوا لي ما فينا نعمل شيء، ما فينا نعمل شيء. المهم وصلت لجمعيه بالاخر، من بعد ما قلت لها شو صار معي والمشاكل، ومره حاولوا يغتصبوني حتى بالكام والمضايقات، الكل شيء تصير عملوا فيهم مثل بلاغ وتقرير وقدموهم على الرفيوجي كونسل، على اداره الكامب وهيك، ونقلوني على فيجي، نقلوني اقعد مع ناس المان لا يقدروا يزقوني. طب انا قدرت هلا امن حالي، قدرت اوكي صار عندي سقف امن قاعد تحته، بس في كتير غيري عم يمرقوا يمكن بنفس الشي كل يوم وكل ساعة. فقررت انا انه لشو ضل، انا جيت على المانيا ووضع اللاجئين بضلك قاعد بالكامب ما عندك شي تعمله، فلا خليني اعمل شي انا شوفوا انا الصح، خليني اعمل شيء شوفوا المناسب. فقررت انا اقدر جمع اللاجئين المثليين، وين في جيز، مين اجا لهون، مين عم يصير معه مشكلة بالكامب، خلينا نجمع حالنا ونشوف شو فينا نعمل. فعلا بلشت، فتحت صفحة على الفيسبوك سميتها اللاجئين المثليين بألمانيا، فتحت صفحة تانية كمان بالانجليزي لأعمل مجال اكبر، مش بس اللاجئين الجايز العرب، يمكن اللاجئين جايز ألبان، لاجئين جايز من دول
أفريقية ما بيحكوا عربي بيحكوا إنجليزي. وفعلا بعد 3 أشهر، قدرت أوصل لعدد تقريبا فوق 200 300 لاجئ مثلي، مش بس بكولن، بالأنارفي بألمانيا. وصرت أسمع عن نفس المشاكل، هذا اللي عم حاولوا يغتصبوه بالكامب، هذا اللي عم يعملوه مثل الصنعة بالبيت، هذا اللي بده يعمل، هذا اللي بده يساوي. فتواصلت مع عالم، مع جمعيات، انه شو فينا نعمل بخصوص هذا الشيء. فرحنا على بلدية كولن، في مكتب ببلدية كولن، اذا هون صارت تفاصيل كتير ببقف. فرحنا على بلدية كولن على مكتب اسمه الدايفرسيتي اوفيس، هو بيعنا بكل شيء جمعيات تختص بالعمل مع المثليين ومجتمع الميم. مجتمع الميم هو مثلي، مثلية، متحول، متحولة، مزدوجي الميل. المهم، فشو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي كيف نحن بدنا ناخذ خطوات وما عندنا وثائق، ما عندنا تقارير انه والله في لاجئين مثليين، شو بده عرفنا انه وين اللاجئين المثليين؟ كيف؟ فمن وقتها هن حكوني اخذت على عاتقي انا توثيق حالات العنف والاضطهاد ضد اللاجئين المثليين. فصرت تروح من مدينة لمدينة، من ضيعة لضيعة، اوقات روح على ضيعة ما اسمع ما اعرفها، بس تعرفت على ناس ألمان، قلو فيك تاخدني لهونيك، روح لهونيك، شوف شاب صغير عمره 18 ولا 17، شوف واحد عمره 40 ولا 35، يقول لي هيدا بس عرفوا انه جاي عم يعملوا معي هيك، بس عرفوا انه جاي ضربوني، صاروا يرسموا لي صور، صاروا يسرقوا لي اغراضي. فبخلال فترة شهر قدرت وثق أكثر من 15 حالة، أحمرت هيدي الحالات ورجعت فين على بلدية كولن، قلت لهم ها صار عنا هيدي الحالات. من وقت بلدية كولن صارت عم تشتغل معنا وتعاوننا مع بعض مع جمعية رينبو رافيوجيز. لهلأ صار عنا محلات سيف بليسز، يعني إذا في حال إنه لاجئ مثلي تعرض للاضطهاد، للعنف، نقدر ننقله على محل ممكن يضلوا فيه. بلدية كولن عرضت علينا 20 شقة، كل شقة بتشغل 4 5 لاجئين مثليين. وحتى أنا يعني من بعد سنة من تواجدي بألمانيا، أنا هلأ كمان صرت موظف بجمعية أنا بشؤون اللاجئين، وأنا شغلتي صرت شغلة اللي بلشت فيها طوعا عن يعني طوعا بلا مقابل، طوعا نابغة من بس محبتي لأني ساعد غيري، وما بدي أشوف هيدي القصص، يعني العالم اللي عم تظلمنا عم تهرب بفعلتها. هلأ لهيدي شغلتي صرت أنا موظف بجمعية روبيكون، وشغلتي بس هي توثيق حالات العنف والاضطهاد ضد اللاجئين المثليين، وبرضو لهلأ عم تضل هيدي الحالات. شو شعورك تجاه أبوك؟ ما في أي إحساس، أنا هلأ بحس تجاههم إنه هني خسروني، إنه يشوفوا أنا هون كيف إنسان محترم، إنسان عندي وظيفتي، إنسان شو عم بعمل للمجتمع تبعي، كيف عم بحكي وروح لعالم تحترمني، ناس بتكرمني، بشفق عليهم، هني خسروني ما أنا خسرتهم. أخوك توم، خيي بس كيف كانت علاقتك فيه؟ اوكي، نحن وصغار قلت لك المشكلة صارت معه، بس بعدين بس كبرت طفولتك شو كان أكثر شيء بيزعجك قبل ما تكتشف، قبل ال 14 سنة شو كان أكثر شيء بيضايقك بيخنقك بطفولتك بيبكيك بحرقك؟ شو كان أكثر شيء بطفولتي إنه يبكيني بحرقة؟ ما بذكر شيء بهالعمر 14 15 شو شيء يقهرني، بس لأن بكيت من قلبك.
مرة بكير من قلبي بهالعمر. بهالعمر إذا بذكر ما بذكر سوري. طيب أكثر شيء كان معاكس كان بيسعدك خالة يا عمي علاقة أكلة؟ تذكرت تذكرت تذكرت، كنت أكثر شيء انبسط وقت راس السنة، لأن وقت راس السنة كانت العائلة كلها تجتمع ونعمل مثل قصص، قال نلعب مع بعض وهيك، وقال نتنكر، كنت أنا أتنكر ألبس كعب وألبس حط على الشعر وألبس ثياب أمي وهيك، إنه يابا نحن عم ننبس نمزح وننبسط كلنا مع بعض، هيدي قبل ما يعرفوا إنه أنا جاي وهيك. هالقصص كنت أحبها، كنت أنطر راس السنة قال لا أقدر أعمل هالشي. بحكم انت شيعي مسلم، كنت كنت شيعي مسلم، كنت شيعي او كنت مسلم شيعي وساكن بالضاحيه، وهي معروفه الضاحيه كثير بتشددها كثير، كيف كنت كيف كانوا يقدروا يتقبلوك اهلك عالمك انك ترجع بعد ما يصير معك مشكله؟ هيدي المشكلة، هني يتقبلوني مش يتقبلوني لأرجع، مثل كانوا دايما يقولوا لي هيدي الكلمة، اذبليتهم بالمعاصي فاستتروا، يحاولوا يزربوني بالبيت، بس يصير مع شغلة يحطوني بالبيت، انه هن باعتقاد انه طالما انا بالبيت تحت عينهم عم يعرفوا شو عم يصير، هيدا بفكر، مش انه انه عم يتقبلوني، انه يابا عم ياخذوني بالاحضان وتعال نعبطك وخليك وشو جاي عبالك، لا مثل زنزانة. انا بشكر ايام قضيتها كنت عم بقارن انا نفسي هيديك اليوم، نهار السبت اللي مرق، نهار السبت اللي مرق فتحت عيوني، حكيت مع رفقاتي هون، رحنا شربنا قهوة الصبح مع بعض، رحت عملت شوبينج، خلصنا شوبينج، رحت اتغديت برا، خلصنا اتغديت رحت على البيت، نمت شوي، بعد الظهر رحت انا ورفيقتي حضرنا سينا، بعد السينا رحنا شربنا درينكس مع بعض، صرنا نت، رجعت رحت على البيت، عندي حياة اجتماعية كإنسان، روح اجي اصدقاء، عم بتطلع بحياتي، بعدني بتذكر نهار السبت فكرت بهيدا الشي، انه بلبنان كيف كنت عايش؟ إذا ما كنت عم بشتغل بالدعارة وطول الوقت عايش بخوف ورعب رايح جاي شو ممكن يصير معك، تكون بالبيت كأنك بالحبس، تاكل تشرب تنام تلفزيون، تاكل تشرب تنام تلفزيون، على الفيسبوك على الإنترنت، ما في احتكاك مع العالم، ممنوع حدا يزورني، ممنوع روح زور حدا، يعني إذا ما كانوا حابسيني بالحبس يحبسوني بالبيت. فنهار السبت كانت الفرحة معبي قلبي مبسوط، ما عمل شي مميز، يمكن قصص ناس تلاقيها تافهة، رايح سينا ظاهر برا، بس لا بس تحكيها لإنسان ما كان معود يعمل هالقصص وعم يعملها هلأ بحرية وبفرحة ومع عالم بتعرف هو شو ومبسوطة إني ظاهرة معه، لا بتعني. لا شو أسوأ موقف مر عليك بكل حياتك؟ أسوأ موقف، أسوأ موقف، أسوأ موقف مرة أظن فوتي على الحبس، قتلت فيي كتير قصص، قتلت فيي البراءة، قتلت فيي مش الإنسانية، بالعكس قوتلي إنسانيتي، بس قتلت البراءة اللي بقلبي، قتلت الحنين، قتلت الاشتياق، بيسألوني بتشتاق لحدا بقول لهم لا، بشتاق لنفسي بس، بتحن لحدا لا، ما بحن لحدا، بحن للعمر اللي خسرته بس. شو كان إحساسك أول مرة حطوك بالزنزانة؟ إحساس مجهول، ما بتعرف شي، حطوك بغرفة أربع حيطان، صرت تطلع شو مرسوم على الحيطان، شو مكتوب، الفرش النايمة عليها، الأصوات اللي برا اللي عم تسمعها تحاول تحللها أصوات شو، كأنك عايش بعالم مجهول وحاول تفترض شو عم يصير برا، لوقتها تصير يعني بين السجناء فعليا،
يعني تحس حالك فريسي سهلي لإلن، فريسي سهلي ما بتعرف شي. بعدني بذكر كنت أول مرة بمشي بالحبس لحالي، امشي على الحيط، امشي حد الحيط، يعني ما اطلع بحدا بعينه، يا عم بتطلع بالأرض يا عم بتطلع بالحيط، خاف مناظرهم تخام دقين على جسمهم بدقونة، ماني معود كنت شوفه هيك، ما كنت شوف هيك عالم. يلا الاغتصاب شو عمل فيك؟ ليك، في شي ما بيقتلك بقويك. مرحلة معي، بمرحلة من المراحل بعتقد أنا إنه لو ما هالقصص صارت معي يمكن أنا مش هون اليوم، ولا مش بهالقوة. أوكي، يمكن كل شي بيترك أثره. مثلا أعطيك شغلة، أنا هلأ مستحيل أتخيل ولا أسمح لأي إنسان مثلا يلمسني إذا ما في إعجاب متبادل. ببيروت مثلا كنت أشتغل بالدعارة مع ناس ختيرة، مع ناس أشكال ألوان، كنت معهم جثة هامدة، هذه كانت وسيلة الحياة، وسيلتي الوحيدة لأعيش. أما هون خلص عارف حالي باحترامي، عارف حالي بكل شي، والقصص اللي انجبرت أعملها والاغتصاب اللي مرقت فيه أنا، قصص انجبرت أعمل إنه أنا ما بدي إياها، هوني حدا بيجبرني أعمل شي أنا ما بدي إياه. فمثل ما قلت لك أنا، اللي ما بيقتلك بيقويك، وأظن هيدي القصص زرعوا فيي غريزة حياة، سرقوا مني البراءة بس زرعوا غريزة حياة، زرعوا فيي نضال، زرعوا فيي قوة. كنت قبل ما أفكر ببكرة، كنت قبل بس أهتم أنا هلأ شو، ما أفكر بعد شوي شو بدي أكل، شو عم باكل هلأ. بس لا، من بعد ما صرت هون بألمانيا مش بس أفكر بكرة، أفكر بعد سنة شو بدي أعمل. صار عندي أحلام، صار عندي طموح، صار عندي شي أعيش كرماله، عم بعيش هلأ كرمال نفسي. بكرة هلأ بشتغل، بكرة باخد عطلة، بروح بظهر بشم هوا، هلا عم بشتغل، بكره بس اكبر برتاح. قبل ما كنت افكر، قبل كنت افكر هلا شو بدي اكل، هلا شو بدي اشرب، هلا لا، ما كنت اعرف اي ساعه ممكن اعيش، اي ساعه كان ممكن حد يجي يقتلني، هيك كنت ضلك عايش بخوف. اما لا، هلا صار عندي طموح، صار عندي حياه، صرت انا اذا بتمرق نص ساعه ما عملت فيها شي ازعل، مرق نص ساعه ما عملت شي، هلا بفكر كل دقيقه بتمرق بحياتي، لان كل دقيقه لها معنى، راح كتير ما حيروح بقى كتير. شو خططك للمستقبل؟ خطتي للمستقبل، أظن خطة المستقبل حطيتها من سنة تقريبا، الكل بلش يتحقق، بس قررت أترك لبنان، عملت خطة إنه أنا بدي أعيش كإنسان، تعبت بس بدي أعيش كحياة إنسان طبيعي، بدي يكون عندي شغلي، يكون عندي بيتي، يكون عندي احترامي، هيدي هي. فأما هلأ كخطط فعلية للمستقبل، بحب بعدين إنه أتجوز شاب أنا وياه، نجيب ولاد. هلأ حتقولي كيف حتجيب ولاد؟ فينا نتبنى ولا فينا نستأجر رحم اصطناعي يكون عندي ولد مني وربي ولد، شو ما يكون يطلع، بده يطلع جاي مثل ما بده يطلع، بده يطلع ستريت يطلع ستريت، بدي ربيه الطريقة اللي أهلي ما ربوني فيها، بدي يعني القصص اللي أنا انحرمت منها والقصص اللي أنا شفتها بدي إياه يعرفها بس ما يختبرها. أخ هيدي هي، شو اللي بيخوفك بالحياة؟ ما عندي خوف،
انا اذا هلا بروح وبيجي وهيك، لان ما عندي خوف، ما بخاف من شيء ولا شيء ممكن يخوفني. بس اقول ولا شيء يعني ولا شيء، ما بخاف من انسان، ما بخاف من حيوان، ما بخاف من موقف، ما بخاف من شخص، ما بخاف من قرار، ما بخاف من شيء. ما عندي بقى خوف لان الصعب شفته. انا اوقات بقعد بسأل حالي، بوب شو ممكن يخوفك؟ شو ممكن يخوف؟ ولا شيء، ما بخاف من شيء هلا. كيف طلعت من لبنان؟ طلعت بلبنان، قلت لك اخر فترة اشتغلت بالدعارة، كنت مصمد ابو 600 700 دولار، اخذت طيارة على تركيا، من تركيا جيت تهريب على اليونان، ومن اليونان صرنا نجي تنقلت من بلد لبلد لوصلت على المانيا. تعرضت لشي موقف من خلال هاي الرحلة؟ طول الطريق على الرحلة شوف القصص كيف عم بتصير، وصرت تسمع اخبار. حاولت قد ما فيي ما حدا يعرف عني شيء، وبنفس الوقت ما اختلط مع الشباب، كنت اربط نفسي على الطريق مع العيال، ساعد العيال، ترجم لهم بما انه بحكي انجليزي، احمل لهم اولادهم، ساعدهم بالاغراض. كنت اربط نفسي مع العيال لان حس حالي مع العيال بحماية اكتر مع الاشخاص، لان انا بطريقي مع الاشخاص كشباب لحالهم، بس يعرفوني لبناني وهن سوريين ولا عراقيين، يي انت لبناني شو جايبك؟ بس هن ما حيعرفوا قصتي، ما حيعرفوا شو صاير معي، هن بيحكموا انه انت لبناني. هيدي القصة. حتى كانت صعبة. ما في شي هين، ما في شي هين، اكيد كانت صعبة لما تمشي تحت الشتاء، تمشي بالوحل، تمشي بخوف، تمشي بطريق ما عارف اذا حتوصل ولا لا. يعني قلت لك قطعت صعب كتير، اللي قطعته صعب كتير. جربت الموت أكثر من مرة، بتخاف من الموت؟ لا، لان وصلت لقناعة انه بس تموت ما حتحس بشي، لاني بس حاولت انتحر، شربت المسحوق، غبت عن الوعي، فقت، ما حسيت بشي. بس كبوني عن البراندة، كبوني على البراندة، ما حسيت بشي، كسرت بس ما حسيت بشي، دغري خدوني على المستشفى، بنجوني عمليات، فقت، تعبت شوي بالعلاج الفيزيائي. بس لا، ما بخاف من الموت، لأن بس تموت ما بقى بتحس. القانون ما حماك أي قانون؟ ببلدك؟ شو بده يحمي المثليين؟ وين نحن بالمادة 534 اللي بتجرم المثليين؟ إلك بالسياسة؟ ما كان إلي بالسياسة، لأن كانوا قبل يعتبروك إنه أنت جاي، ما ياخذوا آرائك على محمل الجد، فما كنت أنا، ما فتحوا لك مجال لتندمج أم تعطي رأيك أم تحلل أم تفكر. بس سألني هلأ أنا هون بألمانيا، إلي بالسياسة؟ إيه إلي بالسياسة، إلي رأيي، إلي توجهاتي، إلي أفكاري، إلي قناعاتي، بعرف هيدا الصح هيدا الغلط، بعرف هيدا شو بيصير هون شو عم يصير هون. قبل ما كان عندي هالانفتاح على التوجه. وبدك تنتقم؟ بدي انتقم. ممكن انتقم بطريقة معاكسة، يعني مش من انتقم من الشخص، يمكن انتقم من الفكرة، يمكن انتقم من معتقد، يمكن يعني ما حارب الكراهية بالكراهية، ما حارب القتل بالقتل، بس بحاربك كشخص كفكرة. يعني إذا أنت عم تورجي إنه الحل هو بالقتل، لا بورجيك الحل كيف هو الحب، كيف هو التسامح. بس إنه انتقم، تعلمت شغلة، العاطي العاطي لنفسه، وتعلمت شغلة إنه الناس اللي بتعطيني مثل طاقة سلبية أعرف كيف أبعدها عن حياتي. تعلمت كيف أقول لا، كنت قبل اضطر وساير وكارب، تعلمت اقول لا، تعلمت شي اللي يزعجني وقفه، تعلمت احكي. في عالم بعدها عندك هلا، يمكن مش قصة شي تقلك تمشي تروح معي لهون، هي تصحي منك تقلك ايه بروح، بس لا انا اذا هذا الشي ما بدي اعمله، تعلمت اقول لا ما بدي روح، لان اهم شي انا، انا شو بحس،
انا اللي برتاح بعمله، اللي ما برتاح ما حق اعمله، نقطة بس. تحب تشطب ذاكرتك؟ نعم، بتحب تشطب ذاكرتك؟ ما لا، ما بحب اشطب ذاكرتي، لان انا متأكد انه الماضي والذكريات تبعي هن اللي عملوني هلأ، هن اللي زارعين فيي هالقصص، هالاندفاع، هالطاقة، هالقوة، هلا خوف من أي شيء. يمكن إذا محيتن يمكن كون إنسان صير بخاف، يمكن تصير أرجع إنسان جبان، يمكن أرجع إنسان ما بعرف. لا، خلي هالذكريات، هالقصص كلها تركت أثر فيي، هي اللي عملتني مني هلا أنا شو. شو مصير المثليين في العالم العربي؟ أخ، أنا بزعل، والله بزعل. يمكن هلأ أنا عايش هون مرتاح مبسوط، شايف الحرية، بس العالم اللي ما عم تشوفه شو فيه غير مثليين، شو عم يشوفوا بالسودان، شو عم يشوفوا بالمغرب، بتونس، بالأردن، بمصر، بلبنان، بسوريا، بالعراق. عالم تتواصل معي، إذا أنا بفتح لك هلأ الفيسبوك تبعي، الصفحة الطاعولة، إذا بتقرا بتبكي. ساعدنا، شو فينا نعمل؟ كله عم يستغيث، كله عم يستغيث. ليش؟ بس لأنه بحبوا شخص غير، هيدي النقطة. فبحس أنا لو بعد 100 سنة ما بيتغير هيدا الوضع عنا بالبلاد العربية، أنا لو بيرجع الأمر لإلي، كل إنسان مثلي، كل إنسان مثلي بقدر جيبه لهون، بقدر جيبه لهون. لا بالعكس، هلا I'm so proud to be gay. I'm so proud to be gay. أنا كتير فخور إني مثلي، لأن مثليتي هي اللي عملتني أنا شو. يمكن لو ما اضطهدت على بناء على مثليتي، ما كنت أنا هلا إبراهيم الناشط، إبراهيم اللي عم يعمل، إبراهيم اللي عم يساوي. يمكن كنت إنسان طبيعي، موظف من بيته على شغله، من شغله على بيته. لا، أنا بفتخر بمثليتي الجنسية، بس أنا ما نقيتها إنه أنا أكون مثلية. أنا ما نقيت إنه أنا أكون مثلي، أنا ما اخترت. اسأل حدا، هل هو اختار إنه هو يحب البنات؟ لا، هو خلق بحب البنات، وأنا خلقت بحب الشباب، هيدي هي. شو بدك تحب تقلي بالأخير؟ سوري سوري، شو بحب اقول بالاخر؟ عندي هلا تذكرت شغلة، انت قلت لي شو مش شو طموحك، عندك شي للمستقبل؟ انا عندي كلمة وحدة بس، بحب شي نهار، بحب اشتغل لحقوق الانسان، بحب اشتغل لقضيتنا، لاني بعرف اذا نحن هون عايشين بحرية وبسلام، ببلاد غيرنا في عالم عم بتموت بس كرمال لانها بتحب شاب، ولا قالت هيدا الشاب بحبه. بتمنى شي نهار بس هيك صح لي الفرصة أوقف ب وين، مجلس الأمم المتحدة، ولا بجنيف لمنظمة حقوق الإنسان، بس أوقف وأحكي كلمة للدول العربية، قل لهم يا عيب الشوم عليكم، بشوفوا حالهم بالنزاهة وبالشرف وهيك، واحترام حرية الإنسان، وإذا بيعرفوا عندهم واحد بحب التاني بيحتاروا، بنحبسه، بنقتله، بنعدمه، منرجمه، يا عيب الشوم عليهم. حلمي بس اوقف وجه كلمة للمجتمع العربي، للدول العربية، عيب الشوم عليكم بس.